ايش بتعمل؟ ايش ده؟ يعني هذا ما هو طبق، هذا ايش هو؟ هذا لوحه فنيه يمكن؟ ده الشمر الكون الوحيد اللي عرفت اشتغل ضمن المكونات اللي استعنت عنها. انت استخدمت كل المكونات هنا؟ الشمر والصنوبر وزيت الافوكادو والفلفل والاعشاب. فكرت على طول ان انا اعمل زي شوربه شمر مع زيت الافوكادو والصنوبر، بس كميه نصها راح في الخلاط. في الاخر حطيت الصنوبر وحطيت الميكرو جرينز والفلفل طلع قطع فوق الطبق. بس الشمر شمر يعني جسم عنده، عارف؟ كان عندي 6 قطع، هم 6 قطع اللي طلعوا لي الكميه دي، ما طلعتش اكتر من كده. خلينا نشوف اذا نقدر نذوقه. ما في طبق، في شويه مكونات محطوطه على الصحن، يعني ما عندي اي فكره ايش الموضوع. مره ما عرفت كيف تنقص طبقك، افضل انه اخليه لوحه.